أنا ندخ السادة رؤساء المراكز كل المعلومات تبشرنا إن شاء الله بإنتاج وافر، ويمكن القول بأن يكون يعني قياسي بالنسبة لخمس أو ست سنوات الماضية. يعني نشوفوا المؤشرات، هو أولا الأسعار على السوق الدولي، ما نقدروش تحكموا دروك قال شحال رايحين نقصوا من الاستيراد بالنسبة لمبلغ. ثانيا احنا عندنا يعني استراتيجية تاعنا يعني هي تبيننا باللي كل 10 ملايين قنطار اللي ناقصة، هذا الهدف تاعنا. عندنا مؤشرات ونشوفوا ان الحسابات نتاعنا هي المسؤوليه تروح على 10 ملايين قنطار لنقصها من استيراد.